ازاي تعرف شخصيتك من شكل مناخيرك؟ يلا مع بعض واكتب لي في الكومنتات انت مناخيرك شكلها ايه؟ يلا نبدأ بالمناخير رقم واحد، المناخير الرومانية. المناخير الرومانية عقلاني جدا وطموح جدا جدا جدا، وبيفكر واحدة واحدة وبيخدش قرارات متسرعة، وهو من أنجح الشخصيات لما بيبقى في عمر الشباب. الأنف التانية أو المناخير التانية اسمها المناخير النوبية، وهي مناخير الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. بيكون شخص اجتماعي جدا وعنده شغف بالعلم والانفتاح، وكمان بيكون كرييتيف جدا في افكاره واطروحاته. صاحب المناخير الثالثه من النوع ستريت، خالص جدا لاصدقائه واحبائه وما بيثقش بسهوله في اي حد. النوع الثانيه اسمها كروكت، المناخير المعوجه وصريح ودغري جدا وعنده اخلاق. النوع الخامس فليشي، صاحب المناخير السميكه، بيكون ذكي جدا وافكاره لامعه، بس مشكلته انه مدب، يعني بيقول كل حاجه بوضوح وصراحه اللي قلبه على لسانه. المناخير دي اسمها بوتون، المناخير السماويه، متفائل جدا وبيعمل انشطه كتير، ويعني عاوز ينجح باي طريقه. نوع المناخير هوك، بحب مناخير الصقر او انف الصقر، تاجر شاطر جدا، يعني تقدر تقول انه يبيع الهوا في ازايز، وبيؤمن بالروحانيات جدا، يعني بيتفائل وبيتشائم، ودي من عيوبه. رقم 8 اسمها سنوب او صاحب الانف الصغير، هيقلي دي نوع مناخيري، نون ومبهج وطيب، بس قلبه قلب خصاية، بيزعل بسرعة وبيفرح بسرعة، وبيعبر عن زعله وفرحه بمنتهى البساطة وبدون اي اعتبار لاي شيء. بيج نوز او صاحب الانف الكبيرة، الناس ساعات بتتنمر على صاحب الأنف الكبيرة، بس هو قائد في نفسه وكريم وحازم وقادر على حل أصعب المشكلات بأسهل الطرق. اكتب لي في الكومنتات بقى مناخيرك كانت رقم كام في التسع أنواع دول.